إنه موعد في حضرة التاريخ والذاكرة، فضيفتنا اليوم هي ابنة ولاية سطيفة، المجاهدة العظيمة والمرأة البسيطة الخجولة يمينة شراد، زميلة ملكة جيد في الدراسة والكفاحة والمشرفة على أول مستشفى حرب ميداني بالولاية التاريخية الثالثة خلال حرب التحرير الكبرى. يمينة شراد التي هاجرت عائلتها من جنوب سطيفة بعد القضاء على ثورة المقران من طرف الاحتلال الفرنسي لتستقر بحي بلار، وهناك كان لها الحظ لدراسة التمريض في أول دفعة بمدرسة التمريض التي ظهرت بسطيفة سنة 1947، والتي أسسها الطبيب الجزائري سماتي عبد القادر. وبعد حصولها على شهادة في الاختصاص عملت يمينة شراد لفترة قصيرة بمستشفى سطيف، ثم انخرطت في الكفاح المسلح على غرار زميلتها من نفس الدفعة، وهن الشهيدة ملكة جايد، المجاهدة لويزة عطوشة، مسعودة بهبار، وفاطمة الزهراء أم جاكان. تعتبر يمينة شراد من أول المجاهدات اللائي التحقن بالثورة. بدأت عملها في الجبل كممرضة ثم مشرفة على أول مستشفى ميداني بالولاية الثالثة، وبعد محاولة تهميشها حتى من طرف رفقائها في الكفاحة باعتبار أن أغلب جيل الاستقلال بولاية سطيف لا يعرفها، إلا أن عزيمتها وإصرارها جعلها تنضم إلى بطلات أخريات كتبن مذكراتهن أمثال زهرة بطاطا وزهور ونيسية، ليظهر لها سنة 2017 كتاب بعنوان 6 سنوات كفاحة. ونستمع إليها في هذا الحوار الحصري لصوت سطيف الذي أجراه معها مدير الموقع عاشور جلابي. المجاهدة الكبيرة يمينة شراد موجودة اليوم بين أهلها وفي مسقط رأسها بولاية سطيف، فمن تكون يمينة شراد؟ صباح الخير. يمينة شراد زدت في سطيف في بلير، زدت في بلير في وقريت في سطيف في الابتدائي، فنسيت الممرضات تاع سطيف مع ملكة جايد عطوش ومشكان بهبال مسعودة، وانا كنا في 5 في القسم نتاعنا. قبل ما نخدم في السبيطار تاع سطيف خدمت على البر في ومن ورا كي 53-54 جات الثورة. كنت انا هنا في السبيطار تاع سطيف في سيرفيس تشيرورجي، وبدينا أثر وانا مش أثر فيها في كي كنت صغيرة. 1945 عشتو كنا في بلير قدام الكازرنة تاع سطيف، وثم شفت المنكر اللي يديرو فيه الشعب تاعنا، يجيبو الشعب يديرو قدام الكازرنة، كانوا عندو ثم ولاد وعم سيدي كانوا جابوهم من الحامة تاع أبو طالب، زورناهم خطرتين والخطرة الثالثة ما لقيناهمش، راحوا ما عرفناهمش حتى وين داو. هذاك 1945 حل عيني شوية وكملت قرايتي دراسة تاعي في بلير في المسيد تاع الممرضات، دخلت في العلم تاع الخدمة. في كي نهض الثورة كنا نشوفوا الثورة، يجيبوا لنا ساعات مجروحين تاع فرنساويين ولا كثير مش فرنساويين، يجيبوهم نداوهم. هذاك النهار عندنا ما نسمعوا من هذاك اللي يخدموا معنا مش فرنساويين ونهار يجيبوا لنا المجروحين تاعنا تاع جزائريين، هذاك النهار فرحة عندهم. وبشوي بشوي دخلت في الثورة، كاين جماعة جاو
طلبوني فين ندبر لهم شويه دواء شويه فاصمه، ومن ورا داويت واحد مجروح داولي المسيله داويت ونحيت الرصاصه، وجا لي ضرب تاع 56 كيحكموا الرياس 5. هذاك انا تبعته، جاو داوني من الدار تاعنا بالبوليس والامبولانس، عادوا بينت روحي بلي راني مانيش مليحه جيت فرنسا. كي نهار تيراو عليا انا داخله للدار والعسكر تيرا، حبوا يخوفوني حبوا يقتلوني، ما فهمتش هذيك. ومن ورا رحت شفت مسؤول، هو كان سي طاهر بوستيرا هو اللي مسؤول بها، والصيف كان مقسوم على ثلاث قسمات، لوريس القبائل وشمال قسنطينه. خيط زهرت رحت شمال قسنطينه، يعني زهر العمر كيعود طويل، القرين 12 البنات القرين اللي قراو معايا المريضات سميهم النهار راحوا لوريس. شكون اللي راح لوريس؟ لا كيفاه؟ شكون الممرضه اللي راحت لوريس؟ كاينه لوغ سمعوهم مش أميت كان وأيت سعيد حكموهم رجعوهم لهنا أيت سعيد تسعديت، ولو الأخرين راحوا ل لا أيت سعيد ده راحوا لوريس وسمها مدسي خناب هب اللي جو من ورايا فاف قرية، وفي الولاية الأولى ما حبوش ما حكي مني كاكي دارت القبيل لكابيلي لكابيلي خرجت في 56 ثاني كيما أنا شوي قبلي أنا هي وأبدوش ملكة ماتت شهيدة ربي يرحمها لويس حكموها مع دانيال مين وسمها المرت تاع نفيسة حمود راجلها لويس داوها في الصيف هنا حبسوها 6 شهور ولو خدموها لاصوص خدمتها في العلمة ومن ورا كي خرجت جا الاستقلال ولات تخدم في السبيطار تاع العلمة. نقلتي في عدة مناطق من شمال قسنطيني وقمت بأعمال كبيرة جدا، يعني طلعنا عليها كنت تقريبا الطبيبة الوحيدة على مستوى ال طبيبة نعم، يعني كنت تقومي بعمليات الان الاطباء ما يقوموش بها رغم نقص الامكانيات. نعم طلعنا انت واش درت وكيفاه وين تنقلت وين ملي خرج منا من تشودة نعم من تشودة صبحت في بابور، من بابور من ورا وليت 57 قعدت ندور ما بين جميلة في جمزالة ومن وراء وليت ولاد عسكر كي دار هذاك هو المستشفى الاول اللي درناه في الجهه هذيك، كنت انا هي اللي مسؤوله بهذاك المستشفى في ولاد عسكر سويتنا هذيك. وكي في 58 قبل 58 ولاو نقلت لبني عافر، بني عافر هذو جبل ما بين تيكسينا ولاد عسكر، ما يفرق ما بيناتهم واجنجن. قعدت ما وقت وصعيبة، جات بلانشال من ورا بدا في كنا في بني عافر، بلانشال ما نتنقلوا درنا مستشفى فيها اللي ماتت منو الخطرة الأولى في بني عافر ما قدرناش نديرو مستشفى، زدت وليت الجيجل وولينا بني عافر، ولينا درنا مستشفى في بني عافر فيها اللي استشهدت فيه ملكة خرشي، ومن ورا بني عافر ولينا الجيجل جبل الغابة تاع الجيجل بوحنش والعوانة وهذيك الجهة كل صافي، من ورا جا الاستقلال. الحمد لله هذه يعني غوسو موردو. سيدتي الكريمة ربي يطول إن شاء الله في عمرك، بعد كل هذه السنوات ألفتي هذا الكتاب، هل في الكتاب نجد جميع العمليات والبطولات التي قمت بها في الميدان ولا نسيتي شوية؟ يعني أنا تفكري شفيت عليهم نضغ عندي قديها العام، وأنا كي نتفكر حاجة نسجلة كاين وقات وكاين عمليات ما ننساوهمش يقعدوا مسجلين في راسي، ومن وراء التفصيل
وين بديت التفصيل عند قلبوا لي عامين ونص ثلاث سنين بليت لهذا سوف نتفكر الحمد لله يعني الحمد لله نتفكر ربما ننسى سيد هذا الشيء ونح الحمد لله يعني رغم البطولات الكبيرة التي قمت بها سيدتي إلا أن الشباب تاع ولاية سطيف بصفة عامة وتاع المنطقة تاع المنطقة كذلك ما يعرفوش كثير على يمينة شراد واش تقولي لهم يعني؟ أنا شوف بعد ما سكت قدام هل هو يعني أنت كنتي في الخفاء؟ هل المشكل في السلطات أنها ما كانش نقولها نساتك؟ نساتني وتعرف من وراء الثورة حكمت وقت باش ماهيش سهلة كي تخرج من الثورة ماهيش سهلة وزاد كي تدخل الانقلاب اللي كانوا معنا تتفكر استشهدوا اللي قعدوا عدو قليل ولا جو آخر وكي تهدر نقول ما نهدر نقول مجاهد ولا مجاهد أكلي ما يعطونيش قيمة والشبيبة ولت مني رايحة مجاهد مجاهدة ما يمنوش بينا هذيك الشيء اللي وصلني باش لازم نهضر هذا الكتاب هذا كتبته للشبيبه باش تعرف باللي اللي زيني كما يقولوا الرجال والنساء واش داروا وعلاش ماتوا هذا كل المقصود تاعي هو باش الشبان يفهموا واش خدمنا وسجينا لهم البلاد ونستناو فيهم واش يديروا. هل فيها سيادتي مشروع لترجمه الكتاب تاعك للغه العربيه؟ ما كون ماذا بيا كون نترجمو ونظن ندير المجهود باش يترجم باش يطلع ايه. على اكبر شريحة من الشعب الجزائري انا كي نهضر بالفرنساوية نهضر من قلبي نهضر من قلبي نهضر الشي اللي جوزتو وان شاء الله اللي ترجمو يترجمو يترجمو روحيا ماشي هكذا ولا هكذا بس بالفرنساوية اللي يقرأ الفرنساوية يتبعني ويفهمني ونمد الشيء اللي نخمم عليه فيه وإن شاء الله يعني لأنها هي اللغة اللي هي اللغة اللي قرينا عند فرنسا ونحن كي حلينا عينينا لقينا فرق ما بين جزائري وفرنساوي وين تروح كيما أنا نحكي على كي رحت للجزائر باش نديروا الامتحان تشوف روميات كيف لابسين انا نحكي على روميات انا نحكي في سنه 1900 بالك 48 50 اسمع ايه 53 من وراء من وراء قبل ما نديرو كنت جينا على جال الامتحان وتشوف شي تاع الكبار كيف لابسين الجزائر كيف كانت ومن وراء الغدوه داونا نديرو لي زونكيت في لاكاسبا تروح لاكاسبا دير لونكيت في لاكاسبا ثم تشوف الفرق ما بين تيري ما بين تيري والأوروبيين الفرنساوي ست سنين عندك ما تشوف أكيد حضرتي لمعارك كبرى وشتي الموت يعني شتيها ما كنتيش تحاطة باللي راح تعيشي ولا تخرجي من هذا هذه باش حاسبين روحنا ميتين حاطين روحكم حاسين باللي النهار اللي كينو ذو الصباح نقولوا الحمد لله اليوم من آني عايش وما نعرف نكمل النهار ولا ما نكملش ممكن اللي مزالت الحادثة اللي مزالت في ذهنك وكل مرة تجدي التاريخ تاع النضال تاعك والعمل تاعك تذكريها مباشرة ما ننساش الشي اللي ما يتنساش وانا بصفتي داويت الأول كنا شوية نمشي مع الجيش نمشي بس على الأخر عدنا عن نظمين عن مستشفيات ومن 58 كي بدأ البلانشان ولينا أمبولان نديروا مستشفى يحرقونا نطيحوا في أمبسكاد قومنا بشي سيدتي الكريمة في ولاية سطيف يعني شفنا يعني كثير من المؤسسات ولا الهيئات العمومية مكتوبة باسم أسماء شهداء معروفين أسماء مجاهدين لكن يمين شراد لأن رغم أنها خريجة ولاية وخريجة المستشفى يعني لحد الآن مازال ما كمل يعني وش طلبي من السلطات يعني ما حبيتش أنا من الأول تعرف كي تخرج من الثورة وتزيد تلقى ما لقيناش
تقول الثورة هذي خممنا عليه ماتوا كي داروا الانقلاب ما بين الحدود. أنا كنت في قصودينا ثم عشت ذيك اللحظة هذيك هذيك اللحظة تنسيت تخمم عليه ماتوا ليش ماتوا مالا من وراء بالعقل بالعقل يولي العقل للعبد تولي تطلب يا ربي البلاد تسكن يا ربي يكونوا رجال اللي قالي يكملوا واش درنا هكذا الخمم. زيدي اعطينا فقط عن الكتاب تاعك اختصار واش كاين في الكتاب تاعك؟ علاش يتحدث الكتاب تاعك؟ هل ترين نفسك بانك في الكتاب الممتي بجميع الاحداث اللي تقدميها للشعب الجزائري بقراءة المذكرات يمين شراد؟ الكتاب تاعي احنا انا عشت في وسط عائلة وطنية ومن وراء كي كبرت كي كبرت في 45 يفيقك بلي ماشي بلادنا راه ماشي بلاد ماشي تاع المستعمرة تاعنا والظلم شوف. وكي عدت نداوي في السبيطار تاع الصيف شفت كيف هكا يجيو المرضى كي يجيو المجروحين تاعنا كي يجيو المجروحين تاعنا فرنسا ثم تتحقق بلي رانا مظلومين ولازم هاد البلاد نشاركو شوي بشي اللي نقدرو. وين تحلو عينيا مليح في الجبال تشوف الشعب نتاعنا وهنا يعني انا نحم على هذوك الشهداء كل وبعدك المراه الجبيليه المراه لعبت دور كبير المراه مع الجيش معنا احنا مع وتشوفوا الحاله اللي كانوا فيها الشعب نتاعنا حاله وكي جا الاستقلال تمنينا الشعب هذاك يقيموا به هذا اللي نتمنى. يعطيك الصحة سيدي الكريمة نتمنى لك إن شاء الله طول العمر إن شاء الله إن شاء الله وزيارات أخرى إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك شكرا.